اهلا بكم مرحبا بكم في اول ليتس بلاي والا هو الثاني ليتس بلاي في ماينكرافت هيدسيت. بلوس ما فسخت الورد وباش نعود مره اخرى لذلك نمشي ونعمل وورد جديد كالعاده. سلك نيو وورد نطفو والا شنك وزا وكم تاسي على خاطر هذا الابليكاسيون في كود دي بي فمش تشيت حط السيد مسالش نكتبو كيما جاك طبعا بيه كريت بني بورد هيا به اذا في ورد به لنا كسر الشيء هذا بلك شيء خجول ماشي باشا باشا مش خبيث هذا تقلتي شوية يعني تم في جينيراسيون تاع الورد هاي انا وقينا ذي كما نعرف انا شوية كما البالي هذا ولا شنين كما كما الويت كما كان الحبوب هذا كما يتعم بها الخبز جات ستون من اول اللعبة يعني ولكن هكا يظهر لي باش نلقاو برشا ديامون وبرشا واحدين جو 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 مشكلة ما فيهاش اوتو جامب كيما في كيما في الفيرسيون 0.10 مش 0.1.10 الجديدة اللي طلعت توا شوفوا بنا سكين نحنا بالعادة ستيف باش نتخلص منه وانا هذايا الويد هذايا ناخذو بلي عام انا تريكا بيتيتر يعني من احسن المودات اللي نحبها هنا يعني باهي ياسر ناوي نعمل ليتس بلايات على برشا العاب اخرين كيما ذا فورست مثلا كان تعرفو كيكور كان يلعب فيها وانا زادا عجبتني اللعبة حبيت نلعبها انا عندي لعبة بوم نجي تهبط الكل وردة جديدة هذي منعرفهاش وات شنو عطتني هيكسيكول هيكسيكول اسنس تو نشوفها
لكسيكال دايموند كده. لا 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 رجعها رجعها. فيش تعمل يوشنيك مش متعمل بها زي لكسيكال دايموند. دي حاجات متاع هيكسد ده. كان نقصد الشاب ما عشان برشا وقت لازم نكون راجل قبل ما يجي لي. نظن اللي حاشتنا بالورد نحن مش ندخل التويلايت فورست. مش وقته توا توا بلكش النيو جاردن عندنا. نطتني فتح نفتح شوية ورد مسج كابتن ميس. ما يحبش يجي عنده مشكلة في الكونترول. نشوف الكونترول فين هو مس نيتا بك شي. وسبنت هو بالدبل. هو بالدبل كليك على يعني مش دبل كليك بالدبل يعني تنزل مارتين عدو بالهيك وقت يقول يشري. اما انا تساعدني اكثر بالاكس غير من قد ينزل زوج مرات. What the hell is this? من برشا What the hell is this? هذا شنو يا طيب؟ اوه يو 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 شنو البلاصة هذي؟ رجعت لكم مرة أخرى خاطر بكيت اللعبة شوية. وكما قلنا راهو فما قصر واحد وكما تشوفوا فما درشنية لنا نمشيو نشوفوه. القصر ممكن يكون خطير خاطر إذا ما لقينا فيه حد شيء هذه باش تكون داري جديدة من توا. يعني نجهز ونصنع السيوف. انا برشا حقود لازم نسمع بيه برشا حكايات. انتبه لنا صور باهي. خسارة مع النسان كون شيران استعملنا الايرو نتاعنا. نقص شوية في الصوت خاطر الصوت نحسو عالي. نحطو كي 80 ل 71% باش ما يعملش الإيكو.
شاء الله برك ما تكونش كلاس خطيرة. واي بيت دي جاكم المزرعة والدنيا. خلينا ليه كان الوحدة سيء. نتشنش بقى ما مش قاعدين يسبوني ده ما نحن حاطين فيسبوك هنا في سفر. خلنا نسألنا شوفوا شوفوا مفتيات كل شيء جو محلاها الدرع عجبتني ياسر. استنى عليك شك لا مانيش حاجة نرجيناري وبها حط شي مش لازم اضرب هاني قاعد إذا ما نجم نعمل بيها خبز ناكلو تنشوف ما فهمتش كيفاش مانيش ميت راسي معبي بالسهام وانا لا بأس عليه ليه مش من عندها ليه ما دام احنا عندنا قمح علاش ما نفيش اي والله وجعني كل طمع في داخل زاد يحب يجيني خليه يجيني من تو ما حداك ما غير غدره ثلاثة بليت عاني من شخيط ايجن كلام زاد
لما عندي ضغط لازم نسمع لازم نسمع خلني شوية هذا استنى قعد شوية عشان تزيد نقوي في الوتنز شنو هذا خاف لا يفرجولي يا بابا شنو من تو طن كان سلام قوم نبدا صبي نجمور نح صحي نقدر نعمل هكا كي نشوفو فعلا ندور وجهي ولي نشوفو سفينة هكست نلعب قبل حاجة تكون هكا لازم نولي نلعب ياسر ديجا انا باش نولي نعمل برشا لي بحكايات عليها وعندي تب فيلجر انا كنت مكان شيء جانبي فيلجر مش اي فيلجر نعم نجم مش تعجب طاني في لا سكرت ما قلناش كيسا 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 ماني 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 الليفل 11 وصلنا له من غير ما نحس فما واحدة أخرى فما شو واحدة أخرى ما أنا ما ينينيها فما ذهب حتى يولي عنا بكرة ساعة Home diamond. Where's she go? Oh,
siguiente. Lo he descubierto. Pandi to zrobi. Pandi to zrobi. شو نحضره واحنا لا 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 كل صغار من السلاح ما بنفتحين سلش عن الخشب من الأول اللعبة عندي 12 ايرو جو بابا 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 شنو هي العشيرة زعما هي من اللوطة والله هبطت فما هبطة لنا العشيرة حقهم كريبري فرقع مع بعضهم طيب خيف شنو عاد نطلع انا خلنا نضل قريبة منه يس كيف يعني عادي انا كامبو بيك اكس ضربة وات ثم حكاية انا تو شفت انا عانا هيلو نعان هيلو تشوكوبو والله تشوكوبو ايش نكبو عليها مثلا انا تشوكوبو ماش عندي واحد كرافتنج تيبل وخليته غاديك بلي خلينا بدينا نعملوهم تاع ستيكس باهي هكا ايزي إذا تقتل يعطيك شو اسمه يعطيك مش ريش يعطيك الحمى عنده الحمى شنو يعني اوبا هذا شنو يعني طبعا حاجة تتاكل وعنده حتى الزريعة نتاعو يظهر لي تزرع في المنجا هذا شنو كوكونات نجم تاكلها زعما طب من الشيء هون نفس الشيء أعطاني الحم أعطاني الحم أعطاني الخل كما قلت نسيب الفيدرز هما الفيدرز يعني مش نجيبها على السادل تاع الشوكولا
لازم نعمل داري تحتهم كل شيء فيها عليهم. بس هذه لازم نلعب بيها ما حي منه الفريق. يعني كل هذه من الحياة لا صارت تحلها بهذي سيئة تحلو بالسيف متاعك تحل الكوكونات بالسيف وهذي تبتكلك هذي الكوكونات باهي انا عجبتني هذي مازال عندي انا سريع متاعكم هنا هاي بانتري طاقة لعاد بكي هذي حاجة بينا بسعش بسكر متاعي وليش ننهر ببانتري بل بانتري وود زين عجبني نعمل دار صغيرة ونش نعملها كبيرة ياك نعمل بيبان بيبان نعمل
just begin to come to us. كعب الديرت نطلع عليها ما عنيش ديرت نزيد وتبقى أخرى وليس نزيد قد يزيد قد ما يكون فيه ولا هكذا مش بشكل فكيفاش باش نعمل سقف عجبتني هيكسيت يعني هو يعطيني التري يعطيني الواحد واحد كما شفتم من فيديو فيلي السيف يا اخي هو اعطاني السيف ما كانش الحظ اعطاني السيف يعني كان مزيان فيش مش ما عطاش الحظ عجبتني هيكسيت بصراحه من احسن المرات اللي يلعب لازم نقطعو على مش لازم طب فيش باش نطلعو نقطع نطلع باش نعملو بالبالمود مزالش تنعملو بيه باب بالبالمود علاش لا ناخدو نتاع ستة وثلاثين خليه ستة وثلاثين شعر مطرح التوى إذا منزل كتير متعبش
باين يظل يز باش نكمل البني تاعو ويز اي يا 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 ايش بها شو كي نقص لي شو كي نقص لي نقص لي ولا نزل حتى ما نزل شي واحد برا عطيك شو نقدر انا في ليه تو نقص نعملو كل واحد نقص نعملو كل بيض وكل زي وكل شاك البيض لنا نعمل البيض نعمل البيض عادي عنديش يعني بيت خاص به به سيء كم نزام نقطة أنا يهيو يز هذا تخيطها وكان روح قلب وين 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 يشبه ما يخلص الله هذا نقول لك زين هكا هكا باهي هكا خير كريبر فوق داري منطقة المسطان كان فوق داري بدري تترشق عليه حتى نزلت جديدة من الباب لا 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 اوه شنو هذا سمعت حاجه قاعده تطيح انا سمعت حاجه طايحه كل نيزك باي مسج تنشوفوها في الحلقه الجايه وهذا شنو هي 160 شنو ما يتاذيش يا ولدي اوه هذا باش نكمل في السورد نتاعو ما هي وات حبس لي في داري تو اش عملنا تو مش عملنا باش كسرو باش كسرو يا كلب سيدي يتنقد باهي ما عن الكلام هذا نقولكم بسلامة ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي وعجبتني انا الفازة هز البيك اكس على داري ونتقابلو في الفيديو الجاي